الحقيقة إنه الساعة 4 العصر النهاردة، يعني من حوالي تلت ساعة تقريبا، كان المفترض إنه في حملة كبيرة جدا وضخمة لسم الكلاب في منطقة أو مدينة الشيخ زايد في 6 أكتوبر. ومن يومين جالنا مجموعة من النداءات، جالي على فيسبوك وجالنا في عسل أبيض، من الناس اللي عندها الرحمة في قلوبها، الناس اللي بتدعو إلى الرفق والرحمة بمخلوقات الله جميعا، واستنجدوا بينا علشان نوجه رسالة، علشان نقول إنه تاني وتالت وعاشر الحل مش في السم، الحل مش إنك تضر البيئة، في حلول علمية أخرى. اتصلت صباح اليوم الحقيقة بشكل شخصي بالمهندس أكرم الرفاعي، وهو نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والحقيقة إنه بدأ الكلام وقال لي أنا عندي مشاكل كتير، أنا في أهالي بيقولي، أنا في سيدة جات لي ومعها ابنها بتقولي إن هو اتعض من كلب في الشارع وإن الكلاب كلها مسعورة، وغيره من الكلام اللي أكتر من مرة الحقيقة نناقشه هنا في عسل أبيض، ونقول إنه ده ناتج عن قلة توعية، وأسفة في الكلمة، ناتج عن جهل. الناس مش فاهمة الكلب المسعور ده، قلنا مليون مرة قبل كده، بيموت لوحده بعد 48 ساعة، وبيكون باين عليه، وبيكون لوحده على جنب، محدش ما بيأكلش ولا بيشرب، وقصة مختلفة شوية. فالحل حتى لو عندي شك ان في كلب ولا اتنين مسعورين، اكيد مش ان انا انزل اسم 200-300 كلب وقطة واعمل وضر الاشجار والنباتات والبيئة واعمل خلل في النظام البيئي وغيره، مش ده الحل. مهندس اكرم الحقيقة تفهم وجهة النظر، ووعد انه في حال ما اذا كنا في عسل ابيض قدرنا نربط ما بين الجهاز وما بين الجمعيات او المجتمع المدني المختصين اللي يقدروا يقدموا حلول للمشكله دي، سواء ينزلوا يلموا عدد من الكلاب دي ينقلوها منطقه تانية علشان اهالي مدينه الشيخ زايد ما يبقوش قاعدين قلقانين، او الحلول العلميه اللي بنطالب بيها وهي التعقيم، فانه هينفذ وانه هيدي امر فورا بوقف هذه الحملة. وبالفعل ادى وقف لهذه الحملة، وانا اتصلت شخصيا بالاستاذ احمد الشربيني، وهو رئيس الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، اللي معانا على التليفون. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء النور. اهلا 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 بحضرتك. وبعد الاتصال الهاتفي اللي دار ما بيننا ظهر اليوم، وحضرتك المفروض بقى من هنا تاخدوا الليد وتتصلوا بجهاز الشيخ زايد، هتعملوا ايه يا فندم؟ هل اتصلت بالفعل بالمهندس اكرم ولا لسه؟ والله اتصلت عدة مرات وللأسف الشديد ما وفقتش، ما ردش عليا. هو طبعا ما ردش، مش قصد ان هو ما يردش، لانه ما يعرفنيش وما يعرفش رقمي يعني، انما اللي حصل يمكن مشغول يمكن، انما على العموم هحاول اكلمه مره اخرى. طيب واحنا على الهوا يا استاذ احمد سريعا كده، ايه الحلول العمليه اللي ممكن تدوها للجهاز بحيث انه ما نسمش الحيوانات ونرتكب يعني ذنب عظيم الحقيقه، بس في نفس الوقت نطمئن اهالي الشيخ زايد اللي قلقانين من الكلاب، ايه الحل؟ الحل معروف واتكلمنا فيه كتير، وبداية عايز اقول ان ظاهرة الكلاب الضالة مالية مصر كلها، مش مدينة 6 اكتوبر او حي الشيخ زايد او المعادي، لا دي مالية مصر كلها. انما الحل بالقطع مش هو قتل الحيوانات او سمهم بالطرق الوحشية وبالطرق اللي بينهي عنها. ايه الحل؟ تمام يا استاذ احمد. الحل ان احنا نعقم الحيوانات دي، والتعقيم هو الوسيله الفعاله. ليه؟ لو حضرتك زي ما بتقولي خدنا الكلاب اللي عند المهندس اكرم وحطيناها في حته تانية، طب ما هي غيرها في نفس المكان ده، يبقى المهندس اكرم محلش المشكله. حل المشكله نعمل تعقيم ونرجعها. ميزه التعقيم انها بتخلي تقفل الحيوانات اللي عملت وخدت ضد السعار، تحسين ضد السعار من ضمن العملية، قفلت المنطقة دي محدش بيدخل غيرها إلى أن ربنا يفتكرها، ومحدش هيدخل طيب المكان ده تاني. تمام أستاذ أحمد. إحنا المهندس أكرم الرفاعي إداني وعد شخصيا، واتصلت بيه مرة تانية وتأكدت أن الوعد قائم، وأنه هو قام مشكورا بوقف الحملة النهاردة، لكن هو عنصر الوقت بالنسبة له برضو مهم جدا، فإحنا هنفضل وراه، وأنا هتصل بيه مرة أخرى إن شاء الله، نحطكم على اتصال ببعض، وإن شاء الله يكون في حلول عملية، عشان بس إيه فكرة عمليات السم دي اللي هي دايما على فكرة كل ما بسأل عليها بيطلع الطب البيطري هو اللي وراها، يعني ما شاء الله إحنا الطب البيطري عندنا سريع جدا في مصر،
على طول سم يلا انزل اجري. خلينا بس كده نشوف مع بعض. طيب. وبشكرك يا استاذ احمد. بس انا بس عايز اقول سريع. هنا موجوده مع حضرتك نائب رئيس الاتحاد. تمام يا فندم. وكلموا المهندس وخدوا اجراءات مع منى. وطبعا منى نائب رئيس الاتحاد لها سلطه انها تاخد اي قرارات بالنسبه للحيوانات. هنعمل ده استاذ احمد. طيب. الشربيني رئيس الاتحاد المصري لجامعات الرفق بالحيوان، شكرا جزيلا لك.